بداية نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى السادة والسيدات أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، وهم الدكتورة ياسمين مطاوع أستاذ الإنشاء والخطابة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تامر سعيد المدير العام لمجموعة كلمات للنشر، نهلة غندور المتخصصة في تأهيل الأطفال وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، ميتريس باريس مؤسسة دار موزايك الإسبانية، انطلاق محمد علي الفنانة والكاتبة العراقية. فشكرا جزيل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم. أما الآن فنبدأ التكريم برفقة التكريم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة برفقة سعادة الأستاذ صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، وسعادة عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية. جائزة أفضل نص والبالغ قيمتها 100,000 درهم كانت من نصيب كتاب أمي غوريلا وأبي فيل للدكتورة نسيبة العزيبي، والصادر عن دار العالم العربي للنشر والتوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. جائزة أفضل رسوم البالغ قيمتها 100,000 درهم فاز بها كتاب خروف اليوم السابع للكاتبة أمينة العلوي الهاشمي ورسوم مايا فداوي والصادر عن ينبع الكتاب في المغرب. فلتتفضل الرسامة مايا فداوي لتسلم الجائزة. جائزة أفضل إخراج البالغ قيمتها 100,000 درهم فاز بها كتاب ماذا حصل لأخي رامز للكاتبة تغريد عارف النجار ورسوم مايا فداوي والصادر عن السلوى للدراسات والنشر في الأردن. فلتتفضل الكاتبة تغريد النجار لتسلم الجائزة. جائزة كتاب العام للطفل البالغ قيمتها 300,000 درهم فاز بهذه الجائزة كتاب لي بدل البيت بيتان للكاتبة لوركاس بيتي ورسوم منى يقظان والصادر عن دار الساقي للأطفال والشبان في لبنان. تتفضل كل من الكاتبة لوركاس بيتي والرسامة منى يقظان وممثل دار النشر الأستاذ عصام أبو حمدان لتسلم الجائزة. جائزة كتاب العام لليافعين البالغ قيمتها 200,000 درهم فاز بها كتاب كابتشينو للمؤلفة فاطمة شرف الدين والصادر أيضا عن دار الساقي للأطفال والشبان في لبنان. فلتتفضل المؤلفة فاطمة شرف الدين وممثل دار النشر الأستاذ عصام أبو حمدان لتسلم الجائزة. أما الجائزة الأخيرة فهي لأفضل تطبيق تفاعلي للكتاب البالغ قيمتها 100,000 درهم وفاز بها تطبيق لمسة من تطوير شركة لمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخصص للفئة العمرية من 2 إلى 8 سنوات. يتسلم الجائزة الأستاذ بدر ورد مدير شركة لمسة.
أما الآن فندعو الفائزين لالتقاط صورة تذكارية مع صاحب السمو حاكم الشارقة. شكراً للفائزين ونبارك لهم فوزهم المستحق. أما الآن شكراً. أما الآن فتتشرف شركة اتصالات ورئيسها التنفيذي بتقديم إهداء تذكاري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو عبارة عن مخطوطة أصلية للرسالة الأثرية في المنطق تعود للعام 1225 للميلاد، وهي للمفضل ابن عمر الأبهري السمرقندي. شكراً لسعادة الرئيس التنفيذي.